الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسبيلا ميسرا ممهدا إلى الجنة، ونصلي ونسلم على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الكرام، أذكر نفسي وإياكم بالمقصد العام من هذا البرنامج، والذي ذكرناه في أول حلقاته. قلنا إن المقصد من هذا البرنامج هو إحياء عبادة من أعظم وأكبر العبادات في هذا الدين، ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة الذكر والدعاء، والتي هي عبادة يظهر فيها العبد تمام عبوديته لله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ووقفتنا اليوم مع ذكر من أعظم الأذكار التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر اجتمع فيه من الخير والبركة والنفع ما تفرق في غيره من الأذكار، إلى درجة أن أحد العلماء قال فيه: والأحاديث في فضل هذه الكلمات، أي في فضل كلمات هذا الذكر، والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بحر لا تنزفه الدلاء ولا ينقصه الإملاء. لعلكم تقولون في هذه اللحظة: دلنا على هذا الذكر. قل يا أستاذنا، قل هذا الذكر، هذا الذكر أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذكر أيها الإخوة الكرام هو وصية سيدنا إبراهيم لهذه الأمة. سيدنا إبراهيم لما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قاله هذا الكلام: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا نبي الله إبراهيم. يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولقد وردت الأحاديث الكثيرة في بيان فضل هذا الذكر. نحن نذكر هذه الفضائل دون ذكر هذه الأحاديث حتى لا يطول بنا المقام. هن أحب الكلام إلى الله، هن أحب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب إلى قلبه مما طلعت عليه الشمس. هن خير الكلام، هن أفضل الكلام بعد القرآن، هن أطيب الكلام، وهن من القرآن. بهن يمحو الله الخطايا، بهن يمحو الله الذنوب والخطايا ولو كانت كزبد البحر، ولو كانت كزبد البحر. لا يخيب قائلهن قط، لا يخيب قائلهن قط. يكتب للذاكر بكل كلمة من هذا الذكر، يزرع له شجرة في الجنة. يزرع لكل ذاكر بكلمة من هذا الذكر شجرة في الجنة، وهي جنته من النار، أي وقايته من النار. إلى الكثير من الفضائل الواردة في حق هذا الذكر. والله أيها الإخوة الكرام، لو لم يكن لهذا الذكر إلا فضل مغفرة الذنوب ومحو الذنوب ولو كانت كزبد البحر لكفانا. فلا تبخلوا على أنفسكم، لا تبخلوا على أنفسكم من هذه الخيرات الكثيرة ومن هذه الفضائل المباركة. اذكروا الله في كل وقت وحين بهذا الذكر. طيبوا ألسنتكم بقولكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.